من مدينة غزة وصل قبل 7 أكتوبر بيوم واحد لقضاء حاجيات له هنا وبقي هنا. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكي، أهلا بيك. عرفنا اسمك. صالح عبد الفتاح أبو العيش من مخيم جبالي بقضاء من غزة، مخيم جبالي من شمال غزة. كيف عيلتك بغزة؟ عيلتي قصفت، البيت نزل عليهم 3 طوابق واستشهدوا 25 واحد من عيلة أبو العيش وعيلتي الحلو نسايبنا، ومش كلهم طلعوا في نفس اليوم، في طلعوا من ثاني يوم من الأنقاض. أولادك؟ أولادي استشهدت كنتي وبنتين وبنتي الكبيرة، أولادها كلهم وجوزها وبنات أخو مرتي، تنتين دكتورة كمان وأختها الثانية مهندسة ودكتور كمان أخو ابن أخوها. يعني طب 25 واحد استشهد. طب أنت ليش جاي على الساحة هون؟ أنا جاي والله رغم الألم والجراح أشارك فرحة إخوتنا الأسرى المحررين، وإن شاء الله بيطلعوا بقية الأسرى جميعا، ويعني جاي أشارك علشان يعني أفرح لفرحهم، لأنه هذا إشي بصرنا رغم الجراح ورغم الألم اللي صار في غزة، لكن إحنا برضو مبسوطين إلهم ورغم شعورنا بالألم، لكن هذه خطوة حلوة وإن شاء الله تبيض كل السجون كلها، والله يخرجوا كلهم ان شاء الله من السجون يا ربي وما بضل ولا واحد، والله يرحم العائله ويصبرك. شكرا جبارة.